وانت بقى الزبون ولا سواق الزبون؟ يلا كده. وده من ايه طيب؟ هو انت الزبون؟ ايه اللي جابك هنا يا بت؟ وزبون ايه؟ ابله توحه قالت لي ان انا رايحه لزبون، بس ما قالتليش ان انت هو. جيت انا ازاي؟ عربيه استنتني تحت البيت كده، مرسيدس، ركبتها وجيت. عربيه مرسيدس رمادي صح؟ اه. هقولك، يمكن ابله توحه عملت كده علشان تصلح العلاقة اللي بيني وبينك. تصلح ايه يا معفنة انت يا المامة؟ تحترم نفسك يا بنت. ماشي يا توحة، كبرت يا توحة عليا وعاملة نفسك مدام. ماشي حاضر، انت اللي بدأتي. الو؟ ايوه، اكلم الباشا لو سمحت. قول له رائد حسام. ايوه معليك. ازاي معليك؟ عامل ايه؟ نتمنى ان الصحة. هو السواق بلغك؟ والله يا باشا ده سوء تفاهم بسيط كده. انا اسف والله العظيم يا باشا. لا انا اسف، انا استاهل كل اللي تقوله، ما اقدرش اتكلم، بس اقسم بالله. شوية كلاب. أنا غلطان إن أنا بعاملكم مع عمرش اللي كنت عايزين. شوية كلاب. خشي. فين توحة يا المامة؟ إيه أحسن بيه؟ فين توحة يا الأنطع؟ نعم يا حسام بيه، خير؟ عامل غغا ليه؟ أنا مش عارفة في إيه يا توحة. يلا تعالي معايا، الناس منتظرينك. أجي معاك على فين؟ بعتلك بنت من عندي تروح المشوار ده، والناس مش هيفرق معاهم يعني اسمها ولا شكلها، كل اللي هيفرق معاهم انها تستحمل، فاهمني؟ يا توحة بلاش تخليني اغضب، لان انا لما بغضب بتغابة. ولا نسيت سرور؟ لا ما نسيتش سرور. قولي بقى ان انت هتعمل قضية تانية واسمك يجي فيها. بقولك يا باشا، انا عوق وبتاعت شوارع، واللي انت بتعمله ده بقى شغلتي. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. يلا تعالي معايا وسير الشر. يا حسام بيه ما تحطش العواد في المنشار، البيت مفتوح قدامك، اختار لك اي بنت واسر الشر. انت مال اهلك انت؟ طمني عليا رباطيه ولا ايه؟ معاش ولا كان يا حسام بيه، بس يعني البنات قدامك اختار اللي انت عايزه، ولو على بازوك انا اوصلها لك لحد البيت. اروح فين معاك يا عينيا؟ انا لو طلعت من هنا هطلع على النيابه، وللمره التانيه. وريني بقى يا حسام بيه هتعمل ايه معاهم بقى. نيابه حسام بيه؟ وريني هتعمل ايه يا غضنفة. بس يا بيت، حسام بيه برضه الباشا، واللي يأمر بيه برضه احنا هننفذه له. شوف انت عايز مين. تحدفون البعض يا ولاد الكلب. اي حد هتحرك اضربه زي الكلب ديت. فاهمين نفسكم بني ادمين ولا ايه يا ولاد الكلب؟ انتوا شويه صراصير افعصكم برجليا. الأرض كويس. قلت يالا مالك بتترعش كده ليه؟ ما تسترجل ولا عشرتك الحريم نسونتك. بلاش، انا ابوس ايدك احسن بيه، انا بخاف من الدم، بخاف المسك. لف يالا. حاضر حاضر احسن بيه. حاضر لف معايا. يالا حاضر لف معايا. وانت بنت روحي شوف اي مسحوطه نضيف، نضف الارض. مش عايز اشوف ولا نقطه. يلا يا اولاد الكلب، لما الفلوس جريت في ايديكم افتكرتوا نفسكم بني ادمين يا شوية صراصير. واللي غيظني الكلبة دي اللي انا عملت منها بني ادمة.
واول ما فكرت تعض بتعض فيا انا. ماشي يا توح ماشي، ده انت حياتك يا بنت كلها ما تسويش تمن رصاصها من المسدس ده. لكن وديني يا توح وديني لرجعك تاني لخدمه البيوت. لف لف يا ابني، لف يا ابني الكلب منك له لف. يلا يلا بسرعه اتحرك يا ابني اتحرك. حاضر يا بيه حاضر. اخلص اخلص. نقف فوق في الشقه وتثبتوا فوق، مش عايز حد يتحرك كان مفيش حاجه حصلت. سامعين يا حسن بيه؟ اخرس نقول تنفذوا خلاص. هنعمل ايه مع المجنون ده؟ ده لو رجع وما لقناش ده ممكن كلنا نحصل بالسوكة. لا ذكي قوي، يعني هو لو رجع ولقانا هيجيب لنا شوكولاته بالبندق؟ انا كان مالي ومال الشور السودا دي، انت اللي خليت نمشي ورا توحه. هي توحه ذنبها ايه بس؟ وحد فينا كان يقدر يفتح بقه؟ وكله باوامر البيه. والحل دلوقتي هنتصرف ازاي؟ اهرب اروح فين؟ انا مش ههرب. نهرب نروح على بلدنا، هناك ولد دبال الازرق هيعرف يوصل لنا. طب وكل اللي وصلت له ده اسيبه ازاي؟ اللي وصلت له ده ممكن يروح برصاصه. ده بيقولوا انه راجع تاني وهيخلص علينا واحد واحد. طب والبنات؟ كله يخفى ونقفل البيت، لا مؤاخذه بقى كل واحد على كتف ابوه، كل واحد يصرف نفسه. طب اروح الم حاجتي؟ مفيش وقت، الراجل ده ممكن يجي في اي لحظه. يلا يلا بوس ايديكوا يلا بينا بقى يلا. يا بس حرام عليك ما عملت لك اي حاجه ولا انا مش ناقص استعباط. قضيت عليكم شركة ومين بيصرف لكم البضاعه ولا خلوهم يدفنوك هنا؟ يا باشا حرام عليك يا باشا، كتير اللي انت بتعمله فيا ده. انا حاسس ان الدم كله دخل في نفوخي، حاسس ان دماغي دي عماله تكبر تكبر تكبر. يعني لو قعدت تضرب فيا كمان 10 دقايق الراس هتكبر قوي، مش هعرف اخلع الفانيلا، هتعمل مشكله كبيره. انت لسه ما فوقتش من الهباب اللي انت مبلبعه وليك نفس تهزر؟ هاتوله ميه بملح واربعوها له خليه يستفرغ ويفوق ويعرف يجاوب. يا باشا ميه بملح ايه؟ هو لا مؤاخذه يعني انا هنقع رجلي ولا حاجه؟ عايزنا فوق يا باشا، هات لي شويه شاي كده سكر زياده ومعاهم سيجاره حلوه، تلاقي الدماغ دي عالية قوي، وحتى اقول لك كل الكلام اللي نفسك تعمله وتقوله وتسمعه كل حاجه زي السكينه في الحلاوه وبقى كده يعني. اضرب 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 يا باشا. طب